هيك الأجواء الرمضانية بمترو المدينة، وهيك رح بتكون كمان هالعام مع أمسية بعنوان تحت العنب تفاح، بتنطلق ب 18 الشهر. والفنان فراس عنداري أنت رح تتولى هالمهام. أمسيات رح بتكون قدود حلبية بامتياز. كثير دائما بنشوفك فراس بهيدا النمط من الأغاني ومن الفن. مزبوط. ليش أول شيء ميلك دائما للقدود الحلبية؟ من أول ما بلشت دراسة الموسيقى تخصصت بهيدا المجال الكلاسيك العربي. وصرت ميال لهيدا اللون. تحت العنب تفاح كلمات من اغنية اشتهر فيها الفنان صباح فخري، قديش كمان ريبرتوارو رح بيكون حاضر بهيدي الامسية؟ طبعا كل القدود الحلبية تقريبا. وان شاء الله بتكون سهرة حلوة. اوكي، الاجواء اللي كنا عم نشوفها من مترو المدينة بمشاركة الفنانة شانتال بيطار، هالمرة الامسيات اللي عم نحكي عنها رح بتكون لحالك. مزبوط. فيها بيكون اصعب، يعني العملية صعبة أكثر؟ لا لا أبدا. هينة عادي. ما في حدا تتقاسم أنت ويا الأغاني؟ لا عادي. طيب والفرقة؟ الفرقة حتكون، لأنه هون شايفين مثل على ستيل يلي كنا عم نشوفهم قبل، هول من التمارين بس يلي شفناهم قبل كانوا ستيل قهوة وحدا عم بيرد عليكم. كانت مسرحية أو يعني ممسرحة. ممسرحة مظبوط. صح، هيدا بس شيء موسيقي تماما. اوكي، رح يكونوا كمان هالأجواء؟ ما حيكون في مشاهد مسرحية بس رح يكون في فرقة معك على المسرح. حيكون في فرقة طبعا. كم عازف رح بيكون معك فراس؟ 6 عازفين. 3 عازفين ايقاع و3 عازفين ميلودي. اوكي، يلي كنا عم نشوفهم هن تحضيرات لهالامسيات. مزبوط. تحت العنب تفاح. صح. فينا نسمع شيء؟ اوكي نسمع. كيف بلشت غنى؟ يعني كيف تعرفت على القدود الحلبية كمان؟ بلشت قد ايه كان عمرك؟ كان عمري 12 سنة، بلشت دراسي بمعهد الدكتور هياف ياسين. تعلمت عنده كل القوالب الشرقية الكلاسيكية بالموسيقى والمغنم، ومن بعدها بلشت غنى أو عزف؟ الاثنين. اوكي. من بعدها كملت دراسة العود والمغنى مع أستاذ مصطفى سعيد وبعدني معه لهلا. اوكي. بعدك بتتمرن؟ أكيد. كل قد ايه تقريبا؟ كل يوم. كل يوم، يعني مش ضروري يكون عندك امسيه موسيقيه تتمرن لها يعني. اكيد اكيد. تنرجع للامسيه، كيف بتختار الريبرتوار فراس؟ من الاغاني الاكثر شيء معروفه للناس. ما بتحس كمان حلو تعرفهم على اغاني يمكن ما كثير تكون متداوله؟ اكيد، وهيك عم بيصير يعني. الاثنين بكون في البروجرام. طيب مثل شو رح نسمع؟ بدك شيء معروف او مش معروف؟ معروف. خلينا نبلش بمعروف ونختم بشيء بعدين. عم نسمع. اوكي. واول عشرة محبوبي عيني هداني خاتم الماس، وانا قصدي ومطلوبي عيني اني لاقيك بين الناس. فستانك احمر منقوش يا عيني واشتريته بعشر قروش، فستانك احمر منقوش.
قروش يا روحي واشتريت بعشر قروش لانه مدري ولا منكوش يا عيني هيدا اللايق بين الناس واول عشره محبوبي يا عيني هداني خاتم الماس وانا قصدي ومطلوبي يا روحي اني لاقي بين الناس. لمين هالاغنيه؟ هيدي قد يعني القدود منا تابعة لحدا مؤلف معين هي فولكلور. اوكي طيب فراس قديش انت كشاب بتشجع الشباب اللي من جيلك انه ما بعرف يكتشفوا هيك نوع موسيقى يقدموا هيك يعني عاده انه براسنا كان قبل انه الفنان يلي بيقدم هيك نوع بيكون نوعا ما كبير بالعمر بس هلا صرنا عم نشوف مؤخرا في كثير شباب عم بيدرسوا هيدا اللون وعم يعني عم بيتمرسوا فيه وعم نشوفهم على المسارح عم بيقدموا هيك انواع. هلا هي بفتره من الزمن تطورت الموسيقى بشكل او اخذت بعد ثاني الموسيقى العربيه صارت كثير مأثره بالموسيقى الغربيه فمن الخمسينات ستينات وطلوع بطل فيه تقريبا هيدا التقليد ف او هي الهويه مزبوط بس هلا مع الانترنت وهيك الانترنت واليوتيوب ووسائل التواصل بتخلينا نشوف بتخلي يصير عندنا اكسس على قصص قديمه اكثر واللي هو كان السبب بعتقد بانها بلشت ترجع هالموضوع تاخذ هالقول او الهويه رواجة. طيب جربت تغني غير قدود حلبيه يعني أكيد بتغني طرب اكيد بتغني طرب لانه بتحس انه القدود الحلبيه والطرب من نفس المدرسه او على طبعاً. مستوى نفسه من الاغاني بس طبعا يمكن اغاني شعبيه او ما بعرف اذا في يسميها شعبيه بتجرب عامل عروض باغاني شعبيه اكيد مثل عم بعمل عروضات كمان بمترو ب اغاني شعبيه مصريه مثل فناني مثل احمد عدويه عبد الباسط حموده طيب خلينا نسمع شيء لاحمد عدويه او لا ما بعرف هلا مدوزن على كل اجواءنا سهره لان صحيح برنامجنا الصبح بس اجواءنا سهره يعني رقص وطقش وبقش طيب خلينا نسمع بليز يلا ناقشي اوكي انه هي معروف جدا يعني يا حلو الملامح حلو الملامح يا بر مش جارح يا حلو الملامح يا بر مش جارح بتعدي ونسيمك بيهفها في روايح بتعدي ونسيمك بيهفها في روايح يا يا حلو الملامح ما هي طربية يعني حلو ما في اعتبارات نقيت شي رشي طب قد ايه العود الي مرنة وقت بنكون عم نحكي هيك عن تنويع للمدارس الموسيقية كثير مرنة لأن فيك تعزف عليها كل شيء كل أنواع الموسيقى حتى لأن العود مثل ما شايف فريتلس يعني منك محدودة بأبعاد معينة مثل الجيتار أو البوزة حتى يعني بيمشي على كل أنواع أكيد. الموسيقى جربت تغني فيروزيات ما بعرف صباح نصري ولا هو اللي مش من ضمن برنامجك أنا أكثر ميال للمدرسة المصرية إذا بدك تختلف طبعا في اختلاف مش يعني كموسيقى كلاسيكيه وموسيقى حديثه اكيد تختلف اوكي قديش السهرات اللي رح تقدمهم هلا هالشهر بالمترو كمان بتتماشى مع اجواء شهر رمضان كثير لان برمضان يعني الاجواء
حلبية من زمان برمضان كانت كلها هالأمسيات أوكي. خلينا نذكر بالمواعيد. أول موعد ب 18 الشهر مزبوط. وبعدين ب 25 وبعدين ب 1 جون و 8 جون 1 و8 حزيران صح. اوكي فراس عنديري اهلا وسهلا فيك موفق وكل رمضان وانت بخير. ميرسي لك يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك. نحن رح نتابع مع تقرير جديد بحضور عدد من الزملاء والاصدقاء. افتتح مزين الشعر الزميل مروان مكاري صالونه الجديد بمنطقه الحمراء. نحن بنقول له مبروك وان شاء الله بيكون خير وتقرير. من قريتم إلى الحمراء قرر مزين الشعر الزميل مروان مكاري أنه يفتتح صالون جديد ليطلق أفاق جديدة ومتطورة بعالم الشعر والجمال. صالون أعد ليستقبل النساء والرجال بمكان واحد ليكون مساحة لإطلاق آخر صيحات الموضة بالشعر والمكياج. فبحضور أسرة المحل وزملاء تلفزيون مستقبل وأصدقاء مروان افتتح صالون فلوليس بشارع ليون الحمراء. نحن دائما هيك فخورين أنه عنا هيك فنانين مثل مروان بزيننا فبتمنى له كل التوفيق. مروان بيستاهل. نحن بالتلفزيون مش بس زملاء، نحن اخوة واهل واكيد بندعم بعض وبنتمنى له كل التوفيق وان شاء الله بيكون هذا المحل وجه خير عليه يا ربي هيك ويتطور اكثر واكثر. شعور كثير حلو انه حدا يبلش بمحل صغير وينقل على محل كبير. ان شاء الله تضل اوضاع البلد هيك لنقدر نكبر كمان بعد اكثر. هيدا المحل حيضل مفتوح لكل الوجوه السياسيه والاعلاميه والفنيه ومتامل يعني نكون عند حسن ظن الجميع. حلو بالمحل انه مثلا الزوجة والزوج فيهم يجوا مثلا يعملوا شعراتهم، عرفتي كيف؟ لأنه يونيسكس السالون، أكيد فيك تجيبي أولادك وفيك تجيبي البنوت الصبي بيعملوا كمان، عرفتي كيف؟ يعني هو فور كيدز وفور مان أند وومن. شيء كثير حلو، الديكور بعقد والحلو إنه هو دائما عم يتطور ولا مرة واقف بمحل واحد. وجود لك مع مروان ست بترتاح. إذا عنده شوي شعر مثلي بيصيروا كتير منيح، لكن تروح لعنده بالصالون صغير وهلا كتير مبسوطة إنه عم بيطور حاله وبيلبق له. إن شاء الله بيضل هالمحل محل ليستقبل كل اللي بيحبه مروان وكل اللي بيحبوه والله يوفقه ونتمنى له التوفيق. مروان أول شيء صديق قديم وعلاقتنا صار لها 15 سنة بحكم زميلتنا بالمهنة، فكل شيء بقول له إياه إنه جود لك وبست أوف لك. هو حدا بحب شغله وصادق بشغله فأكيد حيلاقي التوفيق إذا الله راد وبست أوف لك.